رئيس الحكومة المصرية للمصريين بيقول بيعلن يعني تكوين الوزارة دي بناء على ايه، وبقدر من الشفافية المعلنة من الدكتور مصطفى مدبولي بيعلنها في مؤتمر. نشوف الخبر بيقول ايه. رئيس الحكومة للمصريين اعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا، ده اكيد يعني المطلب، يعني بيقول لهم شوفوا الثمر الاول وبعدين احكموا، يعني مش بالاسماء. كتبت هند مختار وتصوير سليمان العطيفي. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان رئيس الجمهورية اكد ان الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين. وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء. وأشار إلى أن دمج وزارتي الكهرباء والطاقة كان مطروح، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة، مشيرا قائلا اعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا. وأشار إلى أنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لمواجهة أي مستجدات أو صدمات، موضحا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب والوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أنه استحدث أو استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء، والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال. وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هي التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التي تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعي بجانب مؤتمر مرة في كل شهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا. وأكد أن الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من أجل الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو. وتابع أن أهم شيء في التشكيل الحكومي، ارفع فوق شوية، هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية. كمان فوق، ارفع فوق، مش قوي كده كمان، بس كده. دكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفي، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف ورغبة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية. وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة. وتابع في أول مؤتمر صحفي عقب تشكيل الحكومة الجديدة أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية في خطاب تكليفات الرئيس للحكومة. ودي صورة الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيلقي في هذا المؤتمر بهذه التصريحات أمام حضراتكم، شايفين أنه حكومة وأيضا مؤتمر معمول للوزراء وجزء منه إعلامي أعتقد، يعني مؤتمر رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين هو عدد محدود جدا من اللي حضروا، لكن كان مذاع أو الكلمة كانت مذاعة، وده تكليف ممكن يكون للوزراء المختارين على أساس ده نوع من أنواع الشفافية التي تعلم أو تعلم يعلم عنها أو تعلن للمواطن المصري.